بسم الله الرحمن الرحيم. مادة الرياضيات المستوى الثاني الإعدادي أو الثامن أساس. حل المعادلة التالية: x زائد 1 على 2 زائد x زائد 2 على 3 تساوي x زائد 3 على 6. إذا المجهول هو x، نبحث عن قيمة x. لاحظوا معي المقامات 2 3 6 فيجب توحيد المقامات. المضاعف المشترك الأصغر من 2 و 3 و 6 هو 6، يعني مضاعفات 2 2 4 6 8 إلى آخره، مضاعفات 3 3 6 9 12 إلى آخره، مضاعفات 6 هي 6 12 إلى آخره. أيضا صفر، صفر لا نتكلم عليه لأن صفر لا نتكلم عنه لأن صفر مضاعف مشترك لجميع الأعداد، فبالتالي لا يهمنا السالب. إذا كما ترون المضاعف المشترك الأصغر هو 6. هناك مضاعفات أخرى لا تهمنا، يهمنا هذا المضاعف المشترك الأصغر، يعني يجب أن نصبح هذا المقام 6 6 6. إذا لاحظوا معي 2 أضربها في 3 تصبح 6، إذا المقام هنا ضربته في 3 فأصبح 6. ضربت هنا في 3 أيضا البسط أضربه في 3، يعني x زائد 1 أضربه في 3 هكذا. ثم هذا المقام هنا 3 أضربه في 2 يصبح 6. ضربت المقام في 2 أيضا البسط في الأعلى أضربه في 2، x زائد 2 أضربه في 2، لأنه إذا ضربت البسط والمقام في نفس العدد فالعدد الكسري لا يتغير، هذا الكسر لا يتغير لأن المقام 6. الآن سأنشر 3 في x 3 x، 3 مضروبة في x هي 3 x، زائد زائد 3 في 1 3 الكل على 6، زائد في 2 في x 2 x، زائد 2 في 2 4 الكل على 6 يساوي x زائد 3 على 6. انظروا هنا لدينا نفس المقام 6 فأحتفظ به وأجمع البسطين 3 x زائد 2 x، لدينا هنا زائد 3 x زائد 2 x 5 x، زائد 3 زائد 4 زائد 7 زائد 7 تساوي x زائد 3 على 6. انظروا هنا ماذا سيقع، يجب الانتباه والتركيز الآن. لدي طرفان، هذا الطرف الأول وهذا الطرف الثاني متساويين، مثلا A تساوي B. إذا ضربت في نفس العدد الطرفين أضربهما في نفس العدد، مثلا A يساوي B، إذا ضربت في K وهنا في K تبقى المعادلة صحيحة. إذن هذا K يكون أي عدد، مثلا سأختار 6 سأضرب هنا في 6، 6 أضربها في هذا العدد، أيضا هذا الطرف أضربه في 6، كله أضربه في 6. إذا القاعدة تقول أن المتساوية تبقى صحيحة، المتساوية تبقى صحيحة، ولكن لماذا ضربنا في 6؟ حتى نقوم بعملية اختزال 6 في على 6، و 6 قسم 6 هي 1، نختزله، أختزل ب 6، ماذا بقي؟ بقي لدينا 5 x زائد 7 يساوي x زائد 3، x زائد 3، فقط تطبيق القواعد. أتابع هنا مثلا 5 x 5 x، أجمع المجاهيل في طرف والأعداد الأخرى في طرف، 5 هذا x أخذها إلى طرف آخر تتغير الإشارة، x تصبح ناقص x،
يعني إذا كانت موجبة وهي ستصبح سالبة، كانت سالبة ستصبح موجبة. لا نحكم على إكس هل هو سالب أو موجب. إذا كان سالب سيصبح موجب، كان موجب سيصبح سالب. يساوي لدينا ثلاثة، قلنا هذا عدد موجب زائد سبعة في الطرف الآخر سيصبح سالب ناقص سبعة. هذا نحكم عليه، هنا موجب ولا هنا سالب. أما إكس ما عرفناه سالب ولا موجب، كان سالبا كيمشي يولي موجب الآخر. خمسة إكس ناقص إكس، عندنا خمسة إكسات، نقص إكس بقى أربعة إكسات. أربعة إكس كتعني أربعة مضروبة في إكس، عملية الضرب. ثلاثة ناقص سبعة، ثلاثة نقص منها سبعة. في الابتداء كنقول لا يمكن، ولكن في الإعداد لا. في الإعداد كيعطينا عدد سالب، الصغير ناقص الكبير، إذا النتيجة سالبة. وسبعة ناقص ثلاثة، إذا أربعة ديال الإكسات كيعطيونا ناقص أربعة. لاحظوا أنا شديد، هنا غنقسم على أربعة، هذا يقسم على أربعة، حتى هذا نقسمو على أربعة. هذا الطرف قسمته على أربعة، والطرف الآخر قسمته على أربعة، ما كاين حتى مشكل. أ تساوي سي. إلا خدينا واحد كا، هاد كا كيخالف صفر. إلا قسمنا عليه هنا، قسمنا عليه هنا، ما كاين حتى مشكل. غير هو يكون يخالف الصفر، لأن الصفر في المقام ما خاصوش يكون. إذا نقسمو على أربعة نقسمو على أربعة، وأربعة قسم أربعة هي واحد، واحد إكس هو إكس. وهنا وأربعة على أربعة هي واحد. وعندنا الإشارة ناقص، إذا بقينا ناقص واحد، يعني إكس يساوي ناقص واحد. ولا خدينا القيمة ديال هنا ناقص واحد، وعوضنا إكس بناقص واحد، نلقاو أن المتساوية صحيحة. إذا هنا ربما كاين واحد اللبس، غادي نشوفو. خمسة إكس ناقص إكس هي أربعة إكس تساوي ثلاثة ناقص سبعة ناقص سبعة. ونطبق القاعدة مباشرة، نقول إكس يساوي ناقص سبعة على ناقص سبعة على هذا ناقص، ما كاين حتى مشكل. حطه هنا، حطه هنا كما حطيتيه من قبل الفرن. أربعة على أربعة هي واحد، وزيرو على ناقص يعني إكس يساوي ناقص واحد. قواعد فقط، هادشي راه سهل، راه ليس صعب، راه قاعدة والوقت والانتباه والتركيز ونكون معاه، ماشي نفكر في حاجة. عندي الرياضيات نعطي حق نراجع الدرس، أولا نراجع الدرس في المقرر، ونخدم هذوك التمارين التطبيقية ديال المقرر، وما فيها باس. أنا كنقرا في الثانية إعدادي، نرجع لك الشيء اللي فاتني ديال الأولى إعدادي، بحال المضاعف المشترك هنايا الأصغر قريناه في السادس وفي الخامس ابتدائي. من تماك عاد نشوف الملخص ونتابع في القسم ونبحث. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.